اهلا بيك في فيديو جديد من سلسلة منهوات انصحك بيها. والنهاردة معانا شوية منهوات مختلفين نوعا ما وكلهم يستحقوا مشاهدة، فلو انت واحد زهقت من المنهوات التقليدية انصحك انك تشوف المنهوات اللي انا هذكرها في الفيديو ده. فلو ما تعرفش عن ايه منهوة، فهي حاجة شبه المانجا اليابانية لكن بتختلف في حاجات كتير زي انها الوان، وهو ده التعريف البسيط للمنهوة. ولو انت عايز تعرف منهوات اكتر تقدر تدخل على القناة وتشوف كل الفيديوهات اللي فاتت اللي اتكلمت فيها عن المنهوات، يمكن تلاقي فيديو منهم في منهوة تعجبك ولا حاجة، مع ان كل المنهوات اللي انا ذكرتها في الفيديوهات اللي فاتت تستحق المشاهدة. فبس كده من غير اي تطويل يلا نبدأ الفيديو، بس الاول متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان ما تفتكش كل الفيديوهات الجاية. يلا بينا نبدأ مع اول منهوة. اول منهوة معانا عنوانها غريب شوية واللي معناه الزراعة وحيدا في البرج. مهم ان المنهوة دي بتتكلم ان فجأة ظهرت ابراج حوالين العالم، والابراج دي بدأت تستدعي الناس جواها، والناس بدأت تختفي وتدخل الابراج دي. والناس بعد ما بتخرج من البرج بيكون اسمهم صيادين، وبيكون عندهم نوع من انواع القدرات الخارقة، وده اللي بيخليهم خارقين للطبيعة. والبطل بتاعنا كان بيحلم انه يكون صياد، وكان بيتمنى ان البرج ده يستدعيه هو كمان عشان يكون عنده فرصة انه يبقى صياد. ويوم ما بتظهر قدامه البوابة بتاعت الاستدعاء بيستغل الفرصة دي ويدخلها، لكن بيتفاجئ بعدها انه تم استدعائه في مكان مفهوش اي حد، هو مش عارف ازاي ينجو في الظروف دي، فبيضطر انه يبدأ يزرع شوية خضار عشان يقدر ينجو. ومن هنا بتبدأ القصة بتاعتنا، واحدة من المنهوات الجميلة جدا انت ممكن تشوفها. ولو انت زهقت من المنهوات اللي فيها اكشن ومغامرات، فدي تعتبر واحدة من المنهوات اللي ممكن تغير لك جو. المنهوة مش مملة ابدا وتستاهل المشاهدة، وهي مستمرة لحد دلوقتي. بس كده خلينا نروح للمنهوة التانية. والمنهوة التانية اللي معانا هي افضل مهندس في العالم. ايوه هي اسمها كده، افضل مهندس في العالم، وهي بتتكلم عن طالب هندسة مدنية اللي بينام وهو بيقرأ رواية، لكن اول ما بيصحى من النوم ده بيكتشف انه بقى موجود في الرواية دي، وبيبقى موجود في جسم اكتر واحد ملوش لازمة في القصة، ومفروض اللي هو موجود في جسمه ده بيموت في اول القصة اصلا. فمن هنا البطل بتاعنا بيحاول انه ينجو، وبيقدر يستخدم الهندسة المدنية علشان ينجو في العالم ده، فيبدأ يبني حاجات جديدة ويبيعها ويبدأ يبني القوة بتاعته. ومن هنا بتبدأ القصة بتاعتنا، قصة افضل مهندس في العالم. المنهوة دي واحدة من اكتر المنهوات الحماسية اللي انت ممكن تشوفها والكوميدية في نفس الوقت. المنهوة دي مستحيل تزهق منها وانت بتتابعها، الاحداث دايما جديدة وبتتطور، غير طبعا انها مختلفة نوعا ما بالنسبة للمنهوات التقليدية، لان البطل بتاعنا عبارة عن مهندس، وده طبعا ما بيخليش المنهوة بتركز على الهندسة بس، وانما فيها اكشن ومغامرات كتير جدا وقتالات وحاجات تانية كتير. فدي واحدة من المنهوات اللي فيها خلطة غريبة من حاجات كتير مختلفة مع بعض، وفي نفس الوقت مستحيل انك تمل منها. فدي منهوة تستحق المشاهدة انصحك بيها، وهي مستمرة لحد دلوقتي. بس كده خلينا نروح للمنهوة التالتة اللي معانا. والمنهوة التالتة اسمها غريب، وهو دليل تعليمات العائد بالزمن، واللي بتتكلم عن البطل بتاعنا اللي تم استدعائه من مكان غريب، والمكان اللي تم استدعائه فيه ده مليان وحوش. ومش بس كده، مفروض الناس اللي تم استدعائهم هناك بيبقى عندهم قوة خارقة، لكن البطل بتاعنا اكتشف ان القوة بتاعته هي اسوأ قوة موجودة فيهم. ومن هنا البطل بتاعنا بيحاول ينجو بأي طريقة، والبطل بتاعنا ساعتها بيكتشف ان عنده قدرة بتخليه يعرف قدرات كل شخص، ومن هنا بتبدأ الرحلة بتاعته انه يدور على الناس الأقوياء كفاية عشان يستغلهم ويقدر انه ينجو في العالم ده عن طريقهم. والصراحة دي واحدة من أكتر المنهوات الجميلة جدا، وهي أصلا مقتبسة من رواية كانت خدت جايزة، وهي الصراحة واحدة من المنهوات الجميلة. البطل بتاعنا فيها مختلف جدا، ويعتبر واحد من الأبطال الأذكياء جدا اللي أنت ممكن تشوفهم. المنهوة دي فيها جانب كوميدي وجانب أكشن وجانب مغامرات، غير الاختلاف اللي فيها إن البطل بتاعنا مش هو اللي رجع بالزمن، إنما البطل بتاعنا لقى واحد رجع بالزمن وبيبدأ إن هو يستغله، غير إنه بيلاقي ناس تانية وبيبدأ يستغلها. المهم ده واحد من المنهوات الجميلة اللي أنت ممكن تشوفها، والبطل فيها مختلف بشكل كبير، والنقطة الأساسية فيه هي الذكاء. فلو أنت بتحب الأبطال الأذكياء أنصحك بالمنهوة دي. وبس كده، هي دي كانت المنهوات اللي أنا اتكلمت عنها النهاردة. فلو أنت شفت أي منهوة من المنهوات دي قولي رأيك في التعليقات. وبس كده، هو ده كل اللي أنا كنت عايز أقوله في الفيديو ده. متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان ما تفوتكش كل الفيديوهات الجاية وكل التوصيات اللي هعملها في المستقبل. بس كده، سلام.